حاجة كبيرة لدى سلكي الطريق الواصل بين العيس والعين البيضاء توفير عناصر السلامة المرورية، وذلك بسبب غياب الإنارة ليلا في أجزاء من الطريق والانهيارات المستمرة وخاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى حالة الطريق وحاجتها للصيانة منذ سنوات. نستمع إلى آراء المواطنين في هذا التقرير. حفر وتشققات وغياب لعناصر السلامة المرورية، هذا ما يواجه مستخدمي الطريق الواصل ما بين منطقة العيس شمال الطفيلة وقراها الجنوبية من مشاكل بعد أن تردت أوضاعه بشكل لافت. وبحسب مواطنين فإن هذا الطريق الذي يبلغ طوله قرابة 20 كيلومتر صار بوضعه الحالي يشكل خطورة كبيرة على سالكيه نتيجة غياب أعمال الصيانة، حيث يشهد الطريق حركة مرورية كبيرة خاصة وأنه يربط جنوب الطفيلة بشمالها. هذه الطريق حيوية، طريقة مهمة، وطريق يعني لا بديل إلها يعني الحقيقة، يعني لأنها لها أهمية، هاي أهميتها أنها بتصل للجامعة، بتصل للمستشفى، بتصل لعمان، بتصل للكرك، بتصل للصحراوي. هذه الطريق نافذة وبالتالي مهم جدا. مشاكل الطريق ضيقة، هذه واحدة. مشاكل الطريق حفر، مشاكل الطريق غير منظمة جيدا، يعني تنظيم قديم وتنظيم عشوائي. بعدين إنارة ما في، بعدين شواخص ما في، عاكسات ما في، يعني طريق سيئة جدا. وللأسف اللي معها المسؤول والوزير ومدير الأشغال ومر معها كل الناس وشوفوها، ولكن للأسف كانوا بمروا مغمضي. الطريق هذا بيعاني من عدة مشاكل. يعني أول مشكلة أنه أصل لما تم توسعة الطريق وسعوا أكتاف الشارع، أكتاف عن اليمين وعلى اليسار بطريقة ترقيع، وهذه غير مناسبة أصلا لسعة الشارع. الشارع بيعاني من ضغط، يعني ضغط يومي خاصة مع بداية فترة الدوام وعند نهاية الدوام. كمان الطريق يخلو من وسائل السلامة العامة، في حفر كثير لازم يكون فيه لها صيانة، والطريق سعته غير مناسبة عند بداية الطريق من جهة العيس وحتى من جهة العين البيضاء. تبقى مطالب المواطنين مستمرة منذ سنوات طويلة على أمل أن يحظى الطريق بالاهتمام الذي يتماشى مع أهميته لتحقيق عناصر السير الآمن على الطرقات. عبد المهدي العواجين، رؤيا. إذن شاهدنا حالة الطريق في الصباح. الآن زميلنا عبد المهدي العواجين موجود على الطريق لحتى يورجينا الحالة مساء، وتحديدا فيما يخص موضوع الإنارة. أيضا عبد المهدي، بداية يعطيك ألف عافية، بنسمع أكثر عن الحلول من مجلس محافظة الطفيلة، وبعد ذلك رح ننتقل لمدير أشغال الطفيلة المهندس عمار حجاج. تفضل. نعم رانيا، مساء الخير لك وللجميع السادة المشاهدين. يعني كما تابعنا في التقرير، هذا الطريق الحيوي الذي يربط جنوب محافظة الطفيلة بشمالها، خاصة ويرتدوه العديد من المواطنين في محافظة الطفيلة وخاصة من قاطني القرى الجنوبية في المحافظة. هذا الطريق يصل إلى مراكز هامة في محافظة الطفيلة، تحدثنا في التقرير أنه يصل إلى المستشفى الطفيلة الحكومي وإلى جامعة الطفيلة الحكومي التقنية عفوا، ويرتبط مباشرة بطريق الحسا الواصل إلى الطريق الصحراوي مباشرة. مشاكل عديدة تواجه هذا الطريق. سأنتقل إلى السيد حسين الشبطات، وهو أحد المواطنين القاطنين في بلدة العين البيضاء، للحديث عن مشاكل الطريق. تحدثنا في الطريق عن مشاكل متعلقة بالحفر والتشققات، بالإضافة إلى غياب عناصر السلامة المرورية. أنت كمواطن من مرتادي هذا الطريق، ما هي أبرز المشاكل التي تعانيها بشكل يومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكر قناة رؤيا الإخبارية لتلمس حاجات المواطنين واهتمامها الكبير بمشاكل الناس. استكمالا على ما تفضل به الأستاذ عبد المهدي، خليني أستكمل أهمية هذا الطريق الموازي للطريق الملوكي
وللشارع اليتيم في مركز محافظة طفيلة، فهذا شارع نافذ، شارع ذو أهمية كبيرة، شارع حيوي، شارع تنموي، كما تفضل يربط جنوب المحافظة بشمالها، يربط محافظة معان، لواء الشوبك، جامعة الطفيلة، منطقة العيس أو ما يسمى بالطفيلة الجديدة، في شارع حيوي ذو أهمية كبيرة، بيرتادوا طلاب جامعات، بيرتادوا موظفين، بيرتادوا أيضا السياحة، كمان حافلات سياحية يعني بديل للاختناقات المرورية الموجودة في شارع الطفيلة المركزي. هذا الشارع ذو أهمية كبيرة، يخدم أبناء المحافظة، يخدم نواحي كثيرة في المحافظة. الشارع بحاجة إلى أمور كثيرة، بحاجة إلى توسعة، بحاجة إلى تبطين جوانب الشارع لمنع الانجرافات في فصل الشتاء، بحاجة إلى لوحات إرشادية، وخاصة لوحات إرشادية للمعالم السياحية، كونه يربط جنوب المحافظة السياحي، قرية المعطل السياحي، لواء بصيرة، محمية ضانة، قرية السلع التراثية، وهذا يسلك يعني الحافلات السياحية، بحاجة إلى آرمات خلينا نقول وصاينات، أيضا بحاجة إلى عواكس خاصة في فصل الشتاء، كونه يمر بمنطقة الطفيلة، منطقة جبلية التي يسلك هذا الشارع. أيضا الشارع يشكل خطورة كبيرة على ملتقى بالطريق الملوكي في العين البيضاء، يعني ينزول حاد ويشهد العديد من الحوادث المرورية. قبل أسبوع كان في حادث مروري بين شاحنات، ويعني يشكل بؤرة خطر كبيرة على المواطنين اللي على جنب الشارع. هذا الشارع بحاجة إلى إنارة، بحاجة إلى تعديل بعض المسارات في سير الشارع، بحاجة إنه نعدل المسار حتى يصلح، لأنه برتاد بيمشي عليه سيارات كبيرة، بيمشي عليه حافلات. فهاي من أهم الأمور اللي نحن بنركز عليها. أنا يعني بهيب بالإخوان باللامركزية، وبهيب في وزارة الأشغال، كونه من المشاريع الحيوية في محافظة طفيلة، هو مشروع بحاجة إلى أنه اهتمام كبير من وزارة الأشغال وطرحه على المشاريع المركزية في وزارة الأشغال، حتى أنه يكون ممر سالك آمن تنموي يخدم أبناء الطفيلة ويخدم المناطق المجاورة للطفيلة، سواء هو في الشوبك أو المناطق الأخرى. نعم، شكرا جزيلا لك. سأنتقل إلى المهندس مالك القرار، وهو عضو مجلس محافظة الطفيلة. يعني المهندس، اليوم تحدثنا عن أهمية الطريق، طريق حيوي، طريق مهم، دور كل يوم كمجلس محافظه، شو اللي راح تقدموه او شو اللي قدمتوه، وشو الخطط المستقبليه لهذا الموضوع؟ سيدي اسعد الله مساك اخي عبد المهدي ومساء الساده المشاهدين. احنا في مجلس المحافظه الصحيح يعني بلشنا المرحله الاولى نشتغل على المنافذ اللي موجوده على هذا الشارع. عندنا في عين البيضاء منفذين، منفذ طريق علاقه، عندنا المنفذ الثاني اللي هو طريق الحوز، اشتغلنا طريق علاقه واهلناه. هذا منفذ مهم لأهالي عين البيضاء حتى يصلوا للشارع، وبالتالي يصلوا للعيس، بالجامعة، المستشفى، عمان. السنة هاي شغالين على المنفذ الثاني اللي هو طريق الحوز إن شاء الله. جماعتنا وزملائنا في مجلس المحافظة بالطفيلي كمان شغالين على الجزء، وبالتشارك مع البلدية شغالين على الجزء اللي هو من المؤسسة العسكرية لمثلث محطة تحويل الكهرباء. هذا جزء مهم كمان، والكل بعاني منه بسبب الحفر والمطبات الموجودة في هذا الجزء من الشارع. لاحقا على ميزانية 2025، وبالتشارك مع زملائنا بالطفيلي، ولربما كمان زملائنا بالمجلس كامل، لأنه هذا الشارع مهم حتى لمنطقة بصيرة والقادسية وغرندل، عندنا خطط لصيانة الشارع وتأهيله وإنارته. العام اشتغلنا على كيلو إنارة، زدنا الإنارة حوالي كيلو، حاطين ببالنا على موازنة 2025 إن شاء الله. وهذا شيء شبه متفق عليه ما بين أعضاء المجلس، أنه نخصص مبلغ لصيانة الشارع، تأهيله، الإنارة بنحاول يعني إذا ما كانت على 25 كان بتكون على سنتين 25 26. فكنا إن شاء الله يعني جاهزين أنه نحسن من الشارع هذا، لأنه شارع
بأهمية وأكثر من أهمية حتى الشارع الملوكي اللي بربط بين الطفيلي والقرى الجنوبية. وشكرا لك سيدي. نعم شكرا لوجودك معنا مهندس. يعني رانيا هذه أبرز الحلول التي يطرحها مجلس محافظة الطفيلة، وتحدثنا أيضا مع أحد المواطنين عن أهمية هذا الطريق وأهمية إعادة تأهيل هذا الطريق ليكون طريق بديل للطريق الملوكي في محافظة الطفيلة. نعم إذن سنستمع أيضا إلى خطط وزارة الأشغال، ومعنا المهندس عمار الحجاج مدير أشغال الطفيلة. إذن يبدو بأنه هناك تعاون بين مجلس المحافظة وأيضا الوزارة، الحلول على هذا الطريق والمدد الزمنية. مهندس مساء الخيرات لك ولجميع الأخوة المشاهدين ولضيوفك الكرام. صحيح هذا الطريق هو أهميته تكمن في أنه يربط المناطق الشمالية بالمناطق الجنوبية، وهو بطول 8 كيلومتر، تم إنارة 4 كيلومتر منه في العامين الماضيين بقيمة 250 ألف دينار، وتم أيضا عمل المنفذ منه ولغاية منطقة عين البيضاء اللي هو طريق علاقة، وعلى 3 مراحل وبكلفة تقريبا وصلت 500 ألف دينار. كان من الصعب أنه العمل في الطريق كلها بشكل كامل بحيث ما نعيق إخواننا المواطنين. أكثر الأجزاء المهترئة من هذا الطريق اللي هي من جهة الحوز ومن جهة العيص من جهة شركة الكهرباء هي خارج نطاق اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان، كونها مناطق داخل التنظيم وداخل حدود بلدية الطفيلة الكبرى. الآن بعض الحفر الموجودة في جسم الطريق اللي من ضمن اختصاصنا على أعمال الصيانة الروتينية تم إدراجها وسيتم العمل عليها إن شاء الله خلال الأسبوع بإذن الله. نعم. مهندس؟ ألو؟ نعم تفضل. احنا العمل في الطريقه يعني هي بطول 8 كيلومتر، تم اناره 4 كيلومتر منها في العامين الماضيين، والعمل جاري على استكمال الاناره لكامل الطريق. وايضا كان عندنا طريق الدفاع المدني علاقه بطول 3 كيلومتر تقريبا، تم العمل عليه بقيمه 500 الف دينار وانشائها بالكامل. المناطق اللي من الجهه الشماليه والجنوبيه هي خارج نطاق وزاره الاشغال العامه والاسكان، يعني هي هاي المناطق داخل التنظيم وداخل الحدود بلدية الطفيلة الكبرى. نعم مهندس. الحفر الموجودة بجسم الطريق إن شاء الله موضوع على برنامج الصيانة الروتينية. نعم. في عنا نعم وشو عم نحكي عن مدة زمنية مهندس؟ المدة الزمنية إحنا الصيانة الروتينية جارية، وهي بتعرف هاي المناطق بتتعرض للتساقطات الثلجية والعمل عليها وإزالة الثلوج هاي بتكون متكررة. بالنسبة لمنطقة الحوز الآن في عنا عملية استملاك الطريق، تتم استملاكه وتوسعته، يتم العمل في 600 متر الموجودات فيه، باقي الطريق هو راح يكون من ضمن اختصاص بلديه الطفيله الكبرى خارج نطاق اختصاصنا. نعم. بالنسبه للسلامه المروريه احنا تم تعزيز الطريق اكثر من مره بالديلينيتر اللي هي العواكس الجانبيه القائمه بتكون خارج جسم الطريق، ولكن كانت تتعرض للعبث بشكل متكرر ومستمر من قبل بعض المواطنين وبتم تعزيزها من حين لاخر. نعم كل الشكر لك المهندس عمار الحجاج مدير أشغال الطفيلة. ونختم من مراسلنا عبد المهدي العواجين مع ضيفه أيضا، يعني بالوعود وأيضا الخطط والمشاريع التي استمعنا لها من وزارة الأشغال. نعم رانيا، يعني الوعود التي تحدث بها المهندس، يعني أريد أن أشير إلى ملاحظة للتعاون تحدث عنه ما بين مجلس محافظة الطفيلة ووزارة الأشغال ومديرية أشغال الطفيلة، وهذا التعاون مختلف بشتى المجالات خاصة في تحديد أولويات الطرق والاحتياجات محافظة الطفيلة. لا أتحدث عن هذا الطريق حسب، ولكن العديد من الطرق المحافظة، وهذا ملموس في محافظة الطفيلة، لهذا التعاون الخاص ما بين مديرية أشغال الطفيلة ومجلس محافظة الطفيلة في تحديد أولويات واهتمامات المواطنين في مختلف المناطق المحافظة هنا في الطفيلة. نعم كل الشكر لك عبد المهدي العواجين مراسلنا من الطفيلة. سنبقى في مواضيع يعني تعنى بالسلامة المرورية وسلامة الطرق